أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج مولانا الحديث تعودتنا حاضر حديث رواه الإمام ابن ماجه ورواه الإمام الحاكم ورواه ابن حبان وغيرهم بسند صحيح، بل الحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نسمع الحديث ده ونختم الحلقة بقى عشان طولت عليك الليلة، ونجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة بعد الفاصل بإذن الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خلي بالك من خطر المعصية، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. عد معايا: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يا خبر أبيض، معلش بقى كلمة فلاحي كده من عندنا من البلد، ها ده كلام، يعني كلام مرعب، كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سمعنا الأيام دي أخوانا عن أمراض ما سمعنا عنها من قبل، أمراض مرعبة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اللهم ارحم ضعفهم وأذهب آلامهم وجدد آمالهم وأنزل عليهم من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. أمراض ما سمعنا عنها من قبل. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. مش هفصل بقى: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم ينقصوا المكيال والميزان، الكيلو يا أخي سبحان الله كش بقدرة الله كده، أنا مش عارف سبحان الله، ما فيش متر 100 سنت أبدا، لا ده ما ينفعش في الجو بتاعنا يبقى 100 سنت، يعني كش شوية 95 94 سبحان بقى من هو على كل شيء قدير. الجرامات ما عرفش كشت ليه البرد، مع ان الجو يعني كويس لما دول، بس الجرامات قلت كشت. يا راجل اتق الله يا راجل، لما توزن ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، عاوز ياخد حقه كاملا مكملا، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. مش بقول لك مش محتاجين حد ان نراقب ربنا فقط، محتاج حد يقف جنبك على الميزان وانت بتوزن، محتاج حد يقف معاك وانت بتقيس بالمتر، مش محتاج، بس محتاج ان يعني يمتلئ ان تمتلئ، نحتاج الى ان تمتلئ قلوبنا بمعرفة ربنا وبحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اراقب ربي جل وعلا واتبع حبيبي، خلاص انتهت المشكلة. والله ما نحتاج محاكم، والله ما نحتاج قضايا، والله ما نحتاج قضايا ولا محاكم، إن راقبنا ربنا واتبعنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تحل كل القضايا وكل المشاكل. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، ضيق بقى وضنك وفقر والغلاء اللي انت شايفه ده، وشدة المؤنة شدة، وجور السلطان ظلم من الحكام والمسؤولين، إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. كلام النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، فين يا راجل زكاة المال؟ ينفع مولانا أطلع الفوائد من زكاة المال؟ يا سلام يا أخي، أنت نسيت فضل ربنا عليك، ده ربنا موسع عليك وأنت غرقان في النعيم سبحان الله. يا مولانا 2.5% كتير يا مولانا، 2.5% كل 100 جنيه طلع 2.5 ليه؟ واحد من أحبابنا يقول لي: الله أنا عندي 35 ألف، ينفع أطلع كل سنة طلع لهم زكاة؟ قلت له أيوة،
بلغوا النصاب وحل عليهم حول، قال هيخلصوا يا شيخ. لا إله إلا الله، نسيت المنعم ونسيت أنه هو الذي تفضل عليك بهذا ولم يمنعوا زكاة أموالهم. والله لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ما وجدت فقيرا بين أظهر المسلمين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسائل محسوبة يا إخوانا، محسوبة بميزان قسطاس دقيق. أغنياء وفقراء، في حق للفقراء عند الأغنياء، لو أخرج الأغنياء حقوق الفقراء ما وجدت فقيرا بين أظهرنا أبدا، لكنه الجشع والحرص والطمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ما حدش هياخد حاجة، والله كفن ملو جيوب. لا أقول لك لو مركب في بقك سن داب والله هيطرموها لك قبل ما تروح، وهيجوا ياخدوا فتوى من محمد حسان وقول لهم أيوة الحية أولى من الميت، طرموها له، حدش هينفعك، والله ما حد هينفعك. وزيك سيدنا النبي يقول أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. اللي انت سيبه ده للورثة، هتسأل عن كل جنيه ومشكلة كبيرة فيما يعني من أين جمعت وفيما أنفقت، إنما مالك الذي تنفقه أنت بيدك. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، كل مطر عاوزين مطر، ولولا البهائم لم يمطروا. يا ربي يا ربي سلم يا ربي سلم، ولولا البهائم لم يمطروا. أثر كده يعني أستأنس به، لا أستدل به، أستأنس به، عشان ما حدش بس من إخواننا يلومني يعني يقول لي والدليل وبتاع، الحمد لله كل كلامنا بالدليل، لكن أستأنس به. خرج نبي الله سليمان يصلي صلاة الاستسقاء مع بني إسرائيل، لأن يعني السماء يعني سبحان ما فيش مطر وفي جدب وفي قحط. فمر سليمان على وادي النمل، مر على وادي النمل، فرأى نبي الله سليمان نملة تناجي ربها وتقول اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. لا إله إلا الله، ولولا البهائم لم يمطروا. قبل أن يلتفت سليمان إلى بني إسرائيل ليخبرهم بما سمع، وإذ بالسماء تنزل مطرها بأمر ربها جل جلاله. السماء لا تمطر بغير إذن الملك، اللي يقول مطرنا بنوء كذا وبريح كذا وبنوة كذا، هذا وقع في كلام شركي ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما مطرنا بفضل الله جل وعلا، رزقنا بفضل الله جل وعلا، هو ده التوحيد. وإذ بالسماء يعني تنزل المطر بأمر ربها سبحانه وتعالى. فالتفت سليمان إلى بني إسرائيل وقال يا بني إسرائيل اتقوا الله، اتقوا الله وتوبوا إلى الله، واعلموا بأن الله قد أنزل المطر استجابة منه لدعاء نملة. يا الله، ولولا البهائم لم يمطروا. خذ الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. يا الله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هنا هو، هنا بقى إذا كنت عاوز القدس وعاوز بغداد وعاوز مقدش وعاوز أفغانستان وعاوز الشيشان، هنا 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 أصدق مع الله وأوفي بعهد الله وأوفي بعهد رسول الله. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. والخمسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. آن الأوان أن ترجع الأمة وأن يرجع الأئمة إلى كتاب الله، فيه السعادة، فيه الغنى، فيه الخير، إنه الحجة البالغة والدلالة الدامغة والعصمة الواقية والنعمة الباقية والذكر المبين والصراط المستقيم والنور المبين. ما أحوج الأمة إلى أن تعود إلى كتاب ربها. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله القرآن على المصطفى ليشقى به أو لتشقى به أمته، بل ما أنزل الله عليه القرآن إلا ليقيم به أمة، إلا لينشئ به دولة، إلا ليربي به القلوب على التوحيد، إلا ليهذب به الضمائر والأخلاق، إلا ليحول رعاة الغنم إلى قادة وسادة لجميع الدول والأمم. وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم.